فاجأت المطربة نجوى كرم جمهورها بمهرجان صفاقس الدولي بانسحابها من الحفل وسط ظهور الحضور وإدارة المهرجان، وده بعد ما بدأت في الغناء لمدة ساعة، والتصرف ده أدى إلى غضب الجمهور التونسي. نجوى كرم سابت الحفلة بعد غضبها الشديد من عدم التزام إدارة المهرجان ببنود العقد اللي بينها وبينهم، وإنها فوجئت ببس حفلتها مباشرة على أحد المواقع الإلكترونية. وده اللي احتجت عليه نجوى كرم أكتر من مرة، وطلبت من إدارة المهرجان وقف البث، لكن إدارة المهرجان تجاهلت طلبها، وده اللي خلاها تترك الحفلة نهائيا. حفلة نجوى كرم بمهرجان صفاقس الدولي حضرها 2000 متفرج، كلهم غضبوا من انسحاب نجوى كرم، وقال مدير المهرجان سعد الزواري ان انسحابها كان بسبب احد الصحفيين اللي كان بيبث الحفلة مباشرة على تليفون المحمول. وقال مدير المهرجان ان مدير اعمال نجوى كرم تلقى اكثر من اتصال من اصحاب ليه بلبنان بيبلغوا ان الحفلة بتبث على الهواء على احد المواقع، وقال كمان ان ادارة المهرجان قامت بمجهودات كبيرة علشان الحفلة ما تتقطعش بشكل مفاجئ، وقال ان الصحفي اعتذر عن تصرفه ده، لكن طبعا للاسف التصرف ده كان سبب كبير فخلق ازمه ما بين نجوى كرم وبين المهرجان. وقال ان نجوى كان ممكن جدا تغني نص ساعه اضافيه، لكنها اصرت على مقاطعه الحفل والانسحاب، وقالت ان دي حقوق ملكيه فكريه، وانها نبهت الصحفي اكتر من مره بضروره التوقف لكنه لم يلتزم، وقالت ان عندها قناتها الخاصه على مواقع التواصل الاجتماعي بتنقل كل اخبارها ونشاطاتها وبتستفيد منها ماديا.